حنان، شو السؤال هذا؟ هل تعلم أن تذمر الزوج المستمر له بعض المنافع الصحية؟ نعم، قلنا لك بيقلل السكري. التذمر؟ إيه يعني بيقلل السكري، يعني بيقلل المؤشر السكري، بينزل عندك، بتحرق بزيادة لأنك الزوج المزعج كتير، الشكوى والتذمر والنق فوق راس للزوج. هيدا دلالة على حب للزوج يعني. ويا ريت انتم ببين معكم، يعني بتلاقي اليوم الرجال بيرن على ولاده وعلى بناته وعلى احفاده وبيعلق مشكله مع زوجته. ليه؟ لانه قالت له انت نسيت تاخذ الحبه، انا مو ولد صغير، انا ما بتلحقيني بكاسه المي، انا ما بتقلي لي شو اعمل، انا ما تقلي لي شو اكل هي الاكله ولا ما اكل، انا يجعلني مرضت ولا ما مرضت، انا يجعلني بردت ولا ما بردت. هيك لما زوجتك في مرضك. هلا في بعض الرجال هيك بيبقى عندهم هالتذمر هيدا، ما بيحبوا حدا يهتم فيهم. واذا يوم من الايام تركته مثلا، راحت لعند اختها من الصبح للمساء تقضي نهار المخلوقة، يعني امكن تركتني من الصبح للمساء ما قالت لي اخذت هذا الدواء، امكن اما قالت لي تحممت ولا لا، امكن تركت الشباك مفتوح قصدا تبع باب المطبخ مشان انا ابرد. شو بدك؟ شو بدك؟ يعني هالكلام اللي عم تحكيه انا بظن انه هذا كان من زمان. بتظن من زمان هذا كانوا يعملوا هيك؟ لا اسأل هلأ بتلاقي هذا الحكي. بس هلأ ما بعتقد. لا ما بعتقد.